Yeah, I think it was really important game for us, and we tried to win the match, and it was a good match, and congratulations for our country. الحمد لله رب العالمين على كل شيء. كانت مباراة صعبة بصراحة, قدمنا كل اللي نقدر عليه. الحمد لله يعني المنتخب الإيراني منتخب ممكن من المنتخبات المرشحة للوصول للنهائي. طموح المنتخب الإيراني مختلف كليا عن طموح المنتخب الفلسطيني, هو منتخب متمرس في هاي البطولة. ان شاء الله بتكون هاي المباراه يعني بنتعلم منها, من السلبيات اللي فيها ان شاء الله بنتجاوزها في المباراه القادمه, بنبني على الايجابيات اللي كانت موجوده في هاي المباراه. لسه البطوله يعني او الدور الاول من هاي البطوله لسه ما خلصش, في عندنا كمان مباراتين فيهم 6 نقاط. ان شاء الله رب العالمين ربنا بكرمنا بنتائج ايجابيه وباداء افضل, وبنقدر نوصل للي احنا بدنا ان شاء الله. طبعا نعتذر لشهدائنا في قطاع غزة وأهالينا وأقربائنا وأطفالنا في غزة, وإن شاء الله يعني بنعوضهم في المباراة الجاية. ودائما البداية مهمة في أي بطولة, في أي شيء, حتى خارج كرة القدم البداية كتير مهمة في أي شيء. احنا بدأنا غلط للأسف, والأخطاء هي استقبلنا فيها أهداف في تاني دقيقة في المباراة, ولكن أخطاء هي نتيجة تراكمات, فبتبدأ غلط فبتنهي غلط. Sí, sabemos que Irán es una selección, una de las favoritas, ¿no? Una de las candidatas a ganar el torneo. Tiene jugadores top en Europa y bueno, nosotros tenemos que centrarnos en el siguiente partido, corregir errores de este partido y bueno, si queremos pasar a la siguiente ronda tenemos que preparar bien el siguiente partido y conseguir los 3 puntos.